وزارة الأوقاف تعطي الضوء الأخضر لإعادة فتح المساجد الصغيرة. علمت مصادرنا أن وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية أعطت الضوء الأخضر لإعادة فتح المساجد الصغيرة، والتي سيشملها أيضا قرار فتح مساجد المملكة على فترات. وقد تواصل مناديب الأوقاف مع المشرفين على المساجد الصغيرة من أجل تهيئتها وفتحها بداية من الأسبوع القادم، كما قامت لجان مختصة بزيارة المساجد المذكورة للوقوف على جاهزيتها. هذا وسبق للوزارة الوصية على الشأن الديني أن شرعت في وقت سابق بالتنسيق مع المندوبيات والسلطات الإقليمية والمحلية والمجالس العلمية في إعداد لوائح لقاعات العبادة المساجد الصغيرة. وكشفت معلومات من داخل الوزارة أنه سيتم إغلاق كل مسجد صغير يبعد 300 متر عن المسجد الجامع الذي تقام فيه صلاة الجمعة وبساكنة تقل عن 150 شخصاً.